أمل جديد في الحياة لهؤلاء المرضى ينتظرون أن يمنح مجدداً بعد توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل بسبب قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي ونفاد الوقود فيه بشكل كامل. يعني علاجات صعبة، حياة معيشية من ماء من علاج من دواء مستشفيات كله صعب. بجهود دبلوماسية حثيثة نجحت تركيا في إخراج دفعة ثانية من مرضى السرطان من قطاع غزة في رحلة بدأت من معبر رفح وصولاً إلى مطار العريش، رافقهم خلالها طاقم صحي تركي أشرف على متابعة حالتهم. أرسلنا 800 طن من المساعدات لأجل إخواننا في قطاع غزة، واستقبلنا المرضى والجرحى من القطاع والمرافقين لهم. نبذل قصارى جهدنا لاستقبال المزيد منهم. على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع وصل 61 مريضاً إلى مطار إتمسكوت العسكري هنا في العاصمة أنقرة، محطتهم الأخيرة لتلقي العلاج. كان في استقبالهم وزير الصحة الذي أشرف شخصياً على عملية نقلهم إلى سيارات الإسعاف. نواصل التنسيق مع الجانب المصري لنقل المزيد من المرضى والأطفال لتلقي العلاج في تركيا. نسعى لإنشاء مناطق آمنة في غزة لإقامة مشافٍ ميدانية. مجموع المرضى الفلسطينيين الذين وصلوا إلى تركيا 88 مريضاً. تستضيف تركيا ما مجموعه 88 مريض سرطان في وقت تسعى فيه لتقديم خدماتها الطبية داخل قطاع غزة من خلال مستشفيات ميدانية، مع الاستمرار في إرسال مساعداتها الطبية والإنسانية التي بلغت نحو 800 طن منذ بداية الحرب. تبذل تركيا جهوداً إنسانية لنقل عشرات المرضى من غزة إلى أراضيها، فيما يتواصل الدعم السياسي والدبلوماسي لوقف الحرب ورفع الحصار عن الفلسطينيين في القطاع المحاصر. دانيا قبلاوي، تي ار تي عربي، أنقرة.